الفنانة صفاء إحبيركو تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. انتقد العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي انستغرام الفستان القصير جدا الذي ظهرت به صفاء إحبيركو خلال حفلة عيد ميلادها. وظهرت إحبيركو بفستان قصير يظهر جسمها وهي تعتلي القعدة وترقص على أنغام الشعب، الشيء الذي لم يعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي معقبين على الفيديوهات التي انتشرت وعلى اللباس الذي اعتبروه بالفاضح على حسب قولهم. وشارك العديد من الفنانين فرحة صفاء، من بينهم الفنانة سحر الصديقي والممثلة كوثر تيسيا والإعلامية شهرزاد عكرود والمنتج خالد النقري وزوجته حنان رضا. وجدير بالذكر أن صفاء إحبيركو احتفلت مساء أمس الجمعة بعيد ميلادها وسط حضور عائلتها وأصدقائها المقربين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.